صباح الخير اولا، وصباح الخير لجميع مشاهدي برنامج قهوه الصباح، وايضا هذا ايضا الاطلال وهذه التغطيه للحاله الجويه. نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون امطار خير وبركه على البلاد والعباد. طبعا نحن هنا في ولايه قريات، تحديدا من سد وادي ضيقه. الحمد لله هذه الحاله الجويه كانت لها ولاية قريات نصيب وافر من كميات الأمطار التي حسب القراءات الأمس وصلت إلى 100 ملي متر من كميات المياه، وعلى أثرها طبعا كانت هناك نزول تقريبا معظم أودية ولاية قريات، بدءا من وادي ضيقة ووادي مقلاص وادي العربيين وادي المسفاه، وأيضا عدد من الأودية الكثيرة في ولاية قريات، كما تعلمون بأنها يعني بها الكثير والكثير من الأودية، لكن يظل يعني وادي ضيقة هو الأبرز وهو أيضا الأكثر اهتماما والأكثر تجمعا لهذه المياه من خلال هذه البحيرة التي تشاهدونها، بحيرة سد وادي ضيقة التي تجمع ما يقرب إلى 100 مليون متر مكعب من المياه والقادمة من ولاية دمة والطايين. هذه المياه طبعا بعد الأمطار الأنواء المناخية التي سبقت هذه الحالة، كانت هناك أيضا فيضان لسد وادي ضيقة، في هذه الحالة أيضا زادت هذه الكمية المياه، وبالتالي زاد منسوب فيضان هذا السد. هناك تفاصيل كثيرة أشرك في الحديث معي الفاضل حاتم بن سيف البطاشي، رئيس قسم سد وادي ضيقة. أهلا وسهلا بك أخ حاتم. أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم في سد وادي ضيقة. نتحدث أخ حاتم عن وادي ضيقة وكمية المياه التي أيضا احتجزها خلال هذه الأنواء أو من خلال الحالة الجوية الأخيرة. احتجز سد وادي ضيقة 100 مليون متر مكعب من المياه. الزيادة طبعا تفيض عن طريق المفيض في مجرى الوادي الطبيعي. ارتفعت المياه خلال اليومين الماضيين إلى حوالي مترين فوق المفيض، وتمر في مجراها الطبيعي. طبعا كمية المياه التي يمكن ربما أول أمس كانت كميات كبيرة، وأيضا يعني تم تداول إلى أن هناك خوف وشيء من القلق، لو تحدثنا أيضا عن يعني قدرة السد واستيعاب لهذه المياه وما هو أكبر من ذلك. هنا نود أن نوضح نقطة مهمة، أن سد وادي ضيقة هو سد تخزيني بالدرجة الأولى، وهو سد مهيأ لاستقبال هذه الفيضانات واستقبال هذه الأنواع من خلال المفيض الكبير الذي يبلغ طوله 201 متر، والسعة الفيضان التصميمي حوالي 18,000 متر مكعب في الثانية الواحدة. ونحن نتحدث عن أيضا هذه الكميات المياه، تقريبا أول أمس كان وصل الارتفاع إلى ما يقرب أكثر من متر، ماذا عن قراءتكم الأخيرة لهذا اليوم، وأيضا ما هو متوقع خلال إن شاء الله الساعات القادمة؟ طبعا القراءة التقدير للسد الفيضان مستمر، وارتفع إلى وصل إلى مترين، وفي تناقص مستمر الآن حوالي 30 سنتيمتر فقط. طبعا أيضا بالنسبة للجمهور والمتابعين والسائحين، أكيد سد وادي ضيقة هو يشكل أيقونة جميلة سياحية وأيضا لهواة التصوير، شاهدنا كثير من المناظر والمشاهد الرائعة، إلا أن السد يبدو لي ما زال يعني مغلق عن حركة السير وأيضا الزائرين. طبعا هذه الإجراءات نتخذها في الحالات الجوية، نحن تكون متواجدين، الفريق الفني يكون متواجد قبل الحالة وإلى انتهاء الحالة، ونتخذ بعض الإجراءات لسلامة السياح والمواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال اتخاذ هذه الإجراءات بإغلاق السد لفترة معينة، وبعد ذلك يتم فتحه للزوار. حاليا الإغلاق يكون في بداية الحالة وانتهاء بالحالة لسلامة المواطنين. وأنت تتحدث أيضا عن سلامة المواطنين مع أيضا فيضان السد، بكل تأكيد هناك أيضا من الإرشادات المهمة،
لا سيما وان نحن نتحدث عن هذه الأودية قادمة بكميات من المخلفات من الأشجار والى اخره، فايضا ما هو التوجيه في هذا الجانب؟ التوجيه بان ياخذوا الحيطة والحذر والتقيد بالارشادات الامن والسلام الموجودة في الموقع واتخاذ كافة الإجراءات وعدم الاقتراب من المجاري الأودية لسلامتهم. شكرا جزيلا لك حاتم بن سيف البطاشي رئيس قسم سد وادي ضيقة، شكرا جزيلا. شكرا لكم. إذن سيف، هكذا كما تابعتم ومشاهدينا الأعزاء الحديث عن سد وادي ضيقة، هذه البحيرة الممتدة بامتداد البصر والقادمة من وادي أيضا من هذه المياه القادمة من ولاية دمى والطائين ما زالت مستمرة، هناك أيضا أودية أخرى ما بعد هذه البحيرة هي مستمرة أيضا ووصولا إلى قرى الحيل الغاف وأيضا قرية دغمر وصولا إلى بحر عمان. نعم. هذه المناظر البديعة وهذه المشاهد الجميلة بكل تأكيد الكل يترقب، ولكن كما تفضل الأخ حاتم بأن الفترة الحالية فترة إغلاق للسد إلى أن تنتهي هذه الحالة، ومن ثم بكل تأكيد الدعوة مفتوحة لاحقا للزوار ولمتابعي سد وادي ضيقة. نعم جميل أحمد، يعني تحدثت ضيفك الكريم عن تفاصيل سد وادي ضيقة بولاية قريات، ولكن جميل أيضا في المحور القادم هكذا نتحدث عن صورة المشهد للحالة الجوية في عموم ولاية قريات، نتكلم عن الأمطار التي هطلت، نتكلم عن السيول وأيضا الأودية الجارفة حقيقة في مختلف القرى، هل هناك ثمة أضرار، هل هناك ثمة انقطاع ربما في حركة السير، وكذلك أيضا في الخدمات العامة كالكهرباء والاتصالات. جميل أن تبعث لنا أيضا رسالة طمأنة في هذا الجانب على ولاية قريات بعمومها، يعني من المناطق الجبلية إلى المناطق السهلية، من القرى الشرقية إلى القرى الغربية كانت هناك أمطار غزيرة، وعلى ضوء هذه الأمطار الغزيرة التي كانت في خلال الأيام السابقة كان هناك نزول لتقريبا معظم هذه الأودية، وكانت هناك بعض الأودية كانت أودية أيضا قوية، على سبيل المثال مثلا وادي مقلاص من سنوات لم ينزل هذا الوادي، هذه المرة نزل. في صيا أيضا كان الوادي نشط جدا، أيضا الأودية في قرى مثل قرية عمق الرباخ، أيضا في وادي العربيين، أيضا مجموعة من الأودية هنا في قرية المزارع نزلت هذه الأودية، وعلى ضوء ذلك أيضا وادي المسفى كان أيضا له نزول نشط، على ضوء هذه الأودية أيضا كان لها أيضا طبعا تأثيرات، لكنها التأثيرات أيضا من خلال التواصل مع الجهات المعنية هي تأثيرات يعني لم تظهر بذلك التأثير الكبير، ولكن هناك بعض التأثيرات البسيطة التي ربما قد يعني ظهرت في بعض مثلا على سبيل المثال في هنا في مجرى وادي ضيقة، هناك أمامنا طريق تم يعني إزاء من خلال الوادي أثر في العبارات الصندوقية، وبالتالي قطع حركة المرور بين سكان قرية الحصن أيضا اللي هم يعني وبين أيضا مركز القرية هنا ومركز الولاية. القرى الجبلية كما أفادني أيضا من خلال التواصل مع مكتب سعادة الوالي إلى حد ما كانت أيضا الطرق سالكة، أيضا ربما أيضا نحن نشير إلى في وادي المسفاء أيضا هناك بعض القرى على سبيل المثال مثلا قرية الغاير، هذه من القرى التي تتأثر نتيجة أن ما زالت عمليات اللي هو استكمال سدود الحماية ما زالت لم تكتمل لسد لوادي المسفى، وبالتالي أيضا هنا بكل تأكيد مطالبة للتسريع أيضا لعملية استكمال هذه، أيضا كذلك سد اللي هو أيضا وادي مقلاص ما زالت المناشدة أيضا والمطالبة لاستكمال هذا السد، أيضا لأهميته كون أن وادي مقلاص أيضا يمر على يعني داخل مركز الولاية وعلى الكثير من القرى، وكما تعلمون أيضا ولاية قريات لتعدد هذه الأودية تستوجب أيضا التسريع في عملية إنشاء هذه. نعم. السدود، وأيضا بكل تأكيد الأخذ الحيطة والحذر من قبل المواطنين، وأيضا. نعم. تراكم هذا الوعي من خلال الأنواء المناخية المتكررة هو أيضا صمام أمان يحمي الجميع بإذن الله. بإذن الله تعالى. أحمد، إلى جانب كل ما تفضلت حقيقة به من إيضاحات حول هذه الحالة الجوية ومستجداتها
هناك في ولاية قريات، نستثمر وجودك أيضا في معرفة ما هي أبرز التنبيهات، هل هناك ثمة تنبيهات محددة تود إيصالها لكل المواطنين والمقيمين هناك في ولاية قريات؟ أبرز عفوا ماذا؟ أبرز التنبيهات، هل هناك تنبيهات محددة؟ أنا عارف صوت ربما ما يصل لك بشكل واضح، ولكن أتمنى أنه قد يصل هذه المرة. هل هناك ثمة تنبيهات محددة للمواطنين والمقيمين تود إيصالها من خلال برنامج قهوة الصباح وعلى الهواء مباشرة؟ أبرز الجهات المحددة؟ تنبيهات محددة، تنبيهات محددة تود إيصالها. ربما الصوت ما يصل إليك يا جهات مسؤولة تقصد سيف؟ إذا كيف؟ ربما الصوت ما يصل بشكل واضح للزميل أحمد، شكرا لك عموما على هذا التواصل معنا في برنامج قهوة الصباح. بالنسبة لي فيما يتعلق بسؤالك، فشكرا لك يا أحمد، وأكيد إحنا بالعودة لك في القادم من الوقت لمعرفة مختلف المستجدات الجد الجديد. إذا كان تتكلم عن التنبيهات حسب ما يعني وردني، التنبيهات هو طبعا أبرز التنبيهات المهمة جدا. نحن نتكلم عن مجاري أودية متعددة تمر بعدد من القرى، أيضا هذه الأودية هي أودية كبيرة، وبالتالي الأودية أيضا ومع تشبع الأرض بالمياه فأخذ الحيطة والحذر هو أمر مطلوب جدا. أيضا كما تعلمون الولاية أيضا بحرية، المناطق أيضا اللي على الشريط البحري أيضا عملية عدم ركوب البحر من قبل الصيادين هذا أمر غاية الأهمية، تجنب أيضا يعني الطلعات والخروج. يعني نحن نشاهد أحيانا بعض المشاهد لأشخاص ينزلون في الوادي، ربما قد تشاهد الآن هذا الوادي بكمية انخفضت حدته، لكن في أي لحظة، لأن هذه البحيرة التي تشاهدونها هي قادمة من ولاية دمى والطاين، وولاية دمى والطاين هناك أودية أيضا قادمة من عدد من الولايات في شمال الشرقية، فبالتالي أنت لا تعلم كمية هذه المياه وازدياد كمية هذه المياه، فبالتالي أيضا الحذر وأخذ الحيطة والحذر أمر واجب. ونعول مثل ما ذكرت سيف كثيرا على المواطن ووعيه نتيجة لما مر به في أنواع مناخية في فترات سابقة. ما شاء الله تبارك الله، نستمع لصوت الرعد عندك وشيدت أيضا الرياح على الرغم من خاصية عزل الصوت، ولكن أيضا تصلنا حقيقة على الهواء مباشرة، فلا غريب أنه صوتي قد يصل إليك متأخر أو يصل أيضا بشكل غير واضح. فشكرا إذا للزميل أحمد بن مبارك الدرمكي، كنت معنا من ولاية قريات بمحافظة مسقط، وحديث حقيقة حول مختلف المستجدات المرتبطة بالحالة الجوية من هذه الولاية. إذا مشاهد الكرام ما زلنا معكم، كنا في محافظة مسندم، بعدها انتقلنا إلى محافظة مسقط، هذه المرة الانتقالة ستكون إلى محافظة شمال الباطنة وتحديدا إلى ولاية صحار، وبالأخص إلى الزميل العزيز منه.